بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس يسر وحنان قناة تلمس. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ورائعة ومميزة من كورس أنشأ مشروعك الخاص، واللي حنتناول فيها جانب مهم جدا يهم جميع الأشخاص في حياتنا العملية. وخلينا نبدأ بسؤال رئيسي، كيف أجد فكرة مشروعي الخاص؟ الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله ستجدها في حلقة هذا اليوم والحلقة القادمة، اللي حنجاوب فيها على أهم المصادر والاستراتيجيات اللي أنت ممكن تتبناها وتعتمدها لكي تجد فكرة مشروعك الخاص واللي بتناسب هواياتك ومهاراتك وشغفك الخاص. عشان هيك أنا بطلب منك الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو وتخليك معي بعد هذا الفاصل. وبنبدأ معكم بمقولة جميلة لعالم الإدارة الكبير بيتر دراكر، مقولة جميلة ورائعة كما أعجبتني، أفكار جميلة أفكار مبدعة، الكيلوغرام ب10 سنت. ويقول الخبراء أيضا أن أفضل المشاريع التي تمنحك فرصة تطبيق المعارف والخبرات والهوايات التي تمتلكها ولك شغف كبير بها، وبالتالي تزيد من ثقتك بنفسك وتزيد من احترامك لذاتك، وبالتالي توفر لك نوع من الدخل أو توفر لك كسبا من المال الذي يوفر لك حياة كريمة. وتحدثنا في الحلقة الماضية مع حضراتكم عن أهم الأفكار اللي ممكن أنت تبدأ بها العام 2020. أنا طبعا حترك لكم رابط هذا الفيديو في وصف الفيديو وفي على الشاشة لمن يود الاطلاع على هذه الأفكار، وبالتالي ممكن يستعين فيها ويبدأ بها مشروعه الخاص. وخلينا نرجع مع حضراتكم للسؤال الذي طرحناه في بداية الحلقة، كيف أجد فكرة مشروعي الخاص؟ ما هي أهم المصادر؟ ما هي الاستراتيجيات اللي أنا ممكن أبدأ بها مشروعي الخاص؟ كيف أنا ممكن أختار الأفكار أو المصادر اللي أنا ممكن أختار من فكرة مشروعي لكي أبني نموذج العمل الخاص بي لمشروعي المستقبلي؟ وللأسف كثير من الأشخاص لا يعرف الطريق لبدء مشروع الخاص، لا يعرف ما هو المنتج أو الخدمة المناسبة لكي يقوم بتقديمها لجمهوره الخاص. وبالتالي هذه الحلقة إن شاء الله سوف تجيب على هذا التساؤل اللي برابطك في بداية مشروعك الخاص. والآن ركزوا معي أعزائي المشاهدين على العوامل الثلاثة أو المعايير الثلاثة اللي أنت لازم تختار مشروعك الخاص بناء عليها. خلينا نتعرف على هذه المعايير من خلال هذا المثلث. زي ما أنتم ملاحظين لدينا المعيار الأول هو الهواية أو المهارة أو الخبرة أو المؤهلات. اختر الفكرة بحيث تتناسب مع خبراتك، مؤهلاتك، هواياتك، ميولك، وإذا كانت هذه العوامل، ولكن يجب أن تختار الفكرة التي تناسب هذا المعيار. المعيار الثاني هو الحاجة أو هناك جمهور يكون مستهدف، تقوم بتلبية حاجة معينة لجمهور معين. إذا يجب على فكرتك أن تلبي احتياج معين لجمهور معين. المعيار الثالث هو الشغف أو الحب. هل لديك شغف كبير أو حب كبير لهذه الفكرة؟ لماذا هذا الشغف مهم جدا وهو عامل مهم جدا؟ لأن الرغبة أو الشغف هو الذي سيوقظك صباحا، هو الذي يجعلك تسهر الليالي الطويلة وتتأخر في ساعات متأخرة لكي تقوم بالعمل على مشروعك الخاص أو بأداء مهمة تساعدك على إنجاز مشروعك الخاص. يبقى المعايير الثلاثة هذه مهمة جدا لتتكامل فكرة مشروعك وتكون فكرة نموذجية قابلة للنجاح. وخلينا نطرح مع بعض أعزائي المشاهدين السؤال التالي على هذه المعايير، ما مدى درجة تقابل الشغف مع الهواية والمهارة أو الخبرة؟ ما مدى درجة تقابل الشغف أو الحب مع الحاجة التي سوف تلبيها لجمهور معين؟ ما مدى درجة تقابل المعايير الثلاثة مع بعضها؟ هل هي معايير متكاملة ومتوفرة في فكرة مشروعك؟ إذا كان كذلك فهي فكرة مكتملة وفكرة يعني قابلة للنجاح بدون أي نقاش. بينما إذا لم تكن هناك بعض المعايير أو معيار واحد ناقص من هذه الفكرة، فقد يشوب هذه الفكرة بعض اللي هو النقص أو بعض العيب. إذا حاول أن تختار فكرة تكتمل فيها هذه المعايير حتى فكرتك تكون قوية وممكن يكون لها ميزة تنافسية في المستقبل البعيد. خلينا نضرب لحضراتكم اللي هو بعض الأمثلة. مثال ذلك مهندس تخرج من كلية الهندسة أو الهندسة المدنية، وكثير من الزملاء اللي هم تخرجوا من هذا المجال ولكنهم يعملون في وظائف إدارية بحتة. أيضا هناك سيدات طبعا تخرجنا من أيضا من كلية الطب أو كلية الهندسة ولكن يشتهرنا بفن الطبخ، أو كان مشروع خاص في مجال الطبخ وإعداد الأكلات والوجبات
الشهية. لذلك نرى هناك اختلاف وفرق واضح بين اختيار الفكرة بناء على الشغف أو الحب، أو بناء على المهارة والخبرة والمؤهلات، أو بناء على حاجة يتم تلبيتها لجمهور معين. لذلك يجب عليك اختيار الفكرة وفقا لهذا المثلث، واللي أنا بسمي هذه المعايير هي الكونسترينز لأي فكرة مشروع أنت بتحاول اللي هو تدرس هذه الفكرة وتشوفها هل هي قابلة للنجاح أم قابلة للفشل. هذا المثلث سوف يساعدك على اختيار الفكرة الصحيحة. وخلينا نشوف مع بعض أعزائي المشاهدين تصنيف الأفكار وكيف دان لويس صنف الأفكار طبعا تبعا لنوعها. هناك تصنيف اللي هو الأفكار العفوية والأفكار المعمقة. زي ما تشايفين أو ملاحظين من اسم هذه الأفكار، الأفكار العفوية ممكن تطرأ لك على هذه الأفكار أثناء قيادة السيارة، أثناء الاستحمام، أثناء قراءة كتاب، أثناء سيرك في الطريق، وتبقى العمل اللي أنت بتمارسه ممكن تجيك فكرة على بالك، بالتالي دون هذه الأفكار لأنها فكرة مهمة جدا، ممكن تكون فكرة لتغيير حياتك بالكامل أو لبداية مشروعك الخاص. فبالتالي لا تهمل الأفكار السريعة أو اللحظية. أما بالنسبة للفكرة المعمقة فهي من اسمها طبعا تعتبر فكرة بعد تفكير طويل أو عميق، وهذا ممكن تصادف كثير من الأشخاص أثناء عملهم خصوصا في العمل اليومي، اللي ممكن كثير من الأشخاص أن يهمل هذه المشكلة ولا يجد لها حلا ويتجاوز عنها ويستكمل طبعا مسيرة حياته أو مسيرة عمله اللي هو طبعا بينشدها. وبالتالي هناك بعض الأشخاص لا، يعني يقف عند هذه المشكلة ويجد لها الحل ويفكر فيها بشكل معمق، وربما تكون له طبعا باب رزق كبير أو باب اللي هو بدء مشروع الخاص. فبالتالي لا تهمل المشاكل وحاول انك دائما تفكر بها بشكل معمق لعلها تكون بدايه لتغيير الحياه اللي انت تتمناها. اعزائي المشاهدين، خلينا نستعرض معكم الان اللي هو تقنيه العصف الذهني لاختيار الفكره الخاصه بنا. طبعا زي ما انتم ملاحظين انا يعني عملت اللي هو جدول في رقم الفكره في اسم الفكره. هذا طبعا خلينا نستخدم تقنيه العصف الذهني اللي هو ممكن تساعدك على انه انت تنتقي الافكار اللي هي بتتناسب طبعا مع هواياتك، مهاراتك، مؤهلاتك، خبراتك، وتتقاطع مع الشغف او الحب لهذه الفكره ومع حاجه يتم تلبيتها للناس. لا تنسى اثناء اللي هو تقنيه العصف الذهني انه انت تتقيد بالمثلث اللي احنا ذكرناه قبل قليل، المعايير الثلاثة لكي تكون فكرتك متكاملة الأركان. وخلينا نستعرض بعض هذه الأفكار. ممكن أنت تدون اسم فكرة مثلا فهم الطبخ، لو أنت وجدت نفسك ماهر في الطبخ وإعداد الأكلات والوجبات الشهية وفي مجتمع اللي هو ممكن أنت تبيع له هذه الأكلات أو هذه الوجبات، ممكن أنت تتخصص في إعداد وجبة معينة أو وجبتين أو ثلاثة وبعدين تشوف كيف مدى التقدم. لو أنت وجدت عندك طبعا المؤهلات والخبرات، في عندك هواية وشغف وحب لهذا اللي هو الفن، وفي هناك جمهور ممكن يشتري منك، فبالتالي توكل على الله في هذا المشروع. ممكن ايضا نقترح عليك اللي هو فكرة الرسم والفنون، ممكن فكرة التصميم، البرمجة، التطبيقات والمواقع. هناك افكار كثيرة ممكن انت تبدأ فيها، حاول تدون الافكار اللي هي تتقاطع مع شغفك، مع رغبتك، مع مؤهلاتك، خبراتك ومولك ايضا، ومع احتياج ما سوف تلبيه للناس. إذا يعني عند ملء هذا الجدول اسأل نفسك هل فكرتي سوف تلبي احتياج لهؤلاء الناس أو لمجتمع محلي أو لمجتمع عالمي؟ هل فكرتك سوف تلاقي قبول لدى هذه الفئة؟ هل الفكرة تتلائم مع خبراتك ومؤهلاتك وميولك وشغفك وحبك ورغبتك لهذه الفكرة؟ إذا اكتملت هذه المعايير فإن فكرتك ستكون إن شاء الله ناجحة ومتميزة عن الآخرين. إذا اعتني بالأفكار التي سوف تملأها في هذا الجدول، ومرحلة تقييم هذه الأفكار سوف تأتي فيما بعد، يعني لا تستعجل في اختيار الفكرة التي تتناسب مع المعايير الثلاثة اللي ذكرناها في الجدول قبل قليل. حاول أنه أنت تسرح وتجول وتسمح لعقلك بأن يبدأ في اختيار الأفكار، ومجرد أنه هو الفكرة طرأت على عقلك يجب أن تدونها في هذا الجدول، وبعد هيك قيم براحتك وقيم في وقت آخر ليكون التقييم عادلا ويكون له تقييم صحيح. وبهيك أعزائي المشاهدين أنا بكون أنهيت حلقتي لهذا اليوم من
كورس انشئ مشروعك الخاص الحلقه الخامسه. ان شاء الله بشوفكم في الحلقه القادمه اللي احنا حنتناول فيها ما هي الاماكن والمواقع اللي انت ممكن تبحث فيها وتساعدك على ايجاد الافكار المناسبه اللي تتناسب مع شخصيتك ومع زبائنك ومع الترند العالمي السائد في هذا الوقت. عشان هيك انا بدعوكم لمشاهده هذه الحلقه، ما تنسوا الاشتراك وما تنسوا الاعجاب لهذا الفيديو. ان شاء الله تعالى بلقاكم في الحلقه القادمه على خير باذن الله تعالى. وبختم حديثي لهذا اليوم بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.